تحية للإخوة الإعلاميين. جلسة اليوم انطلقت بفسح المجال لهيئة الدفاع لتقديم الدفعات الشكلية في إطار المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية. بالفعل كان الوقع كبير، وكان الدفع الأساسي الذي تقدم منه بالإضافة إلى خرق مجموعة ديال القواعد ديال المسطرة الجنائية في مرحلة البحث التمهيدي اللي رتبنا عليها نحن البطلان، وطلبنا من المحكمة أنها ترتب عليها البطلان. الدفع الأساسي كما قلت لكم هو أننا نعتبر أن النيابة العامة أخطأت الطريق في هذا الملف عندما أحالت الملف مباشرة على غرفة الجنايات. كان يتعين أن تحال القضية على قاضي التحقيق لما في ذلك من ضمانات للمحاكمة العادلة، فنحن نعتبر أن قاضي التحقيق هو قاضي الحريات، وأن الاستثناء الممنوح للنيابة العامة للإحالة مباشرة على الجلسة لم تتحقق في هذه الجلسة لانعدام حالة التلبس، لعدم جهوزية الملف. نحن نقول أن توجه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وربما توجه محكمة الاستئناف برمتها، هو مخالف للقانون، مخالف للمسطرة الجنائية، وبالتالي مخالف لمقتضيات المحاكمة العادلة. فيما بعد انطلقت المحكمة بعد أن ضمت هاد الدفعات الأولية أو الدفعات الشكلية والأولية إلى الجوهر، يعني أجلت البت فيها، فسحت المجال للاستماع والاستنطاق المتهمين. كما لاحظتم تم استنطاق جميع المتهمين الذين هم في حالة اعتقال، وتم استنطاق المتهمين الذين هما في حالة صراح، وتم التأخير إلى جلسة مقبلة من أجل الاستماع للشهود. شكرا، بارك الله فيك. 23/1 استاذ بنان السيد النائب البرلماني عبد القادر البوسان ذكر الاسم ديال واحد من احدى النائبات ديال الابصر القديم، واش ممكن ان في الجلسات القادمه ان تقدر تكون انها دخل من الملف؟ لا، الملف الان اصبح كما ان اصبحت القضيه جاهزه بمجرد ما فسح المجال للدفاع من اجل تقديم الدفعات الشكليه، كانت القضيه جاهزه ولا مجال لادخال اي شخص اخر في القضيه في هذه المراحل المقبله. شكرا لكم. سي حلاوي. اذا متابعينا ومشاهدينا الكرام، كنا معكم اكيد في بث مباشر هنا من قصر العداله. بطبيعه الحال الملف ديال المتهمين في قضيه الفساد المالي والاداري بجامعه فاس، تم تاجيل الملف بطبيعه الحال، تاجيل جلسه المحاكمه 23 في الشهر الجاري على الساعه 10 اكيد، من اجل يعني تتبع هذا الملف اكيد متابعينا ومشاهدينا الكرام. سمعتوا المحامي ديال احد المتهمين، فهو قال بان تم الاستماع واستنطاق يعني المتهمين في هذه القضيه، اكيد جاء بعد ذلك يعني التاجيل، وكاينين يعني متهمين في هذا الملف يتعلق الامر بسندات الطلب، يعني شبهات يعني عفوا اتهامات يعني بالفساد في سندات الطلب وفي صفقات، وكذلك في يعني الملف ديال السيارات المتلاشيات. كاين مجموعه من الاتهامات اكيد اللي هي موجهه للمتهمين، كما سمعتوا على لسان يعني عمر الحلاوي المحامي ديال المتهمين، فكشف بطبيعه الحال كشف يعني مجموعه من الامور اكيد من بينها تاجيل ديال جلسه محاكمه الى يعني المتهمين في هذه القضيه الى 23 من هذا الشهر الجاري بطبيعه الحال. إذا متابعينا ومشاهدينا الكرام، كما قلت شكرا جزيلا لكم على حسن التتبع والمشاهدة، إلى أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.